حسابات الجامعه في البنك المركزي. كانت جامعه مديونه وكانت بتستنى الجنيه علشان يجي علشان تصرفه. يعني اي واحد مديون بيستنى اول جنيه يجي بيصرفه، وممكن كمان الجنيه اللي بيجي بيقطعه على الديانة، حته هنا وحته هنا وحته هنا. في الحقيقه احنا بدانا اصلاح في جامعه القاهره، اصلاح بسيط جدا، وفي وسط الاصلاح ده بمقتضى اللوائح والقوانين موجوده. يعني ما قلناش عايزين قوانين جديده، ولا قلنا نغير قوانين ولا نغير لوائح ولا اي حاجه. ال 2 مليار جنيه كان منهم تمويل ذاتي من الجامعه داخل الميزانيه. يعني احنا صرفنا او سدينا احتياجات الجامعه من التمويل الذاتي سنه 13 14 313 مليون جنيه. التمويل الذاتي 14 15 224 324 مليون جنيه ذاتي.